بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثم السلام ربي فلاون فالويث نتسيدير دي الدونيث ولاش ذي هنا ورنحملارا ثالويث ولاش ورنحملارا لهنا ذي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ذاغن كل صباح دنينين كل تمديث من الأدعية المأثورة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة العافية لهنا قارن ذو قوال لهنا فضمن لغنا لأنه قد قارن لهنا ثيف الغنى المعنى بوال ولا شم لهنا ولا شم كسا نزل يثوذر ثنا غام لهنا لهنا ثالويث ليسر إلا ذاغ ليسر زر كان ما إلا يون دينا ذي تجاران ذي الخذمان ذي السوق عند يروح أذيف ليسر 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 غادي يحمد ربي كل شيء ميسر إيميل لا يفني النظام الشدة ثوعص شود عند فروح ضيا لطيف أتصفض ثعوين تيفي ثرزيض أتصفض ثقور وقيد الابتلاء لكي ثورنا هكيما نغي كل شيء نسأل الله العفو والعافية أن سير مكان ثالويث لهنا ليسر ونخذ أنذعو ربي أغيفك ليسر أغيفك لهنا ما عشو ديار زان داغ مرحبا ستيك شير ربي ولا قرا غير في العقل ولكن مادام ذي الدونيث الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر ذي مسفريدا ذي الدونيث ولكن الآخر دار مقر ذخم القرار رحلة الخلود تبدأ من الموت بل من موت أنك شمديون الصفر ولكن يدن سوغالارا لا في إترنال حياة الأبدية تبدأ من الموت الموت حق ينكث في ثربي في جميع الكائنات بلا استثناء العوامة كي نقول انت سيديرا يا ثمثان ذاين تزرام ذاين تحصام إذا غاسكو اسمي ديك الشمواطان ثاخ القيف زلزل الاقتصاد العالمي الفيروسي زلزل النفوس كل شيء مزلزل فيروس ذا مشطوح وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض أما رح بستك شربي قصيح قريح ولكن ما رح بستك شربي الشهورة جي عدان أول نغسوها في الموت 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 أكا من كل الوقت أنسل الموت لأنه جيت متساثن سلهلاك ويأس متساثن السباثية ولكن الموت يوث قرنك الموت يوث السبا ماشي يوث ولكن تسيد تقلع في امتحان أرنو ذا ثواغي في قضران ذي ثمورة الجزائر أطاس الولايات داين تزرام أما ذي سكيك دا أما ذي الطرف أما ذي خنشلا أما وثواغي يضران ذي تيزي وزو تغلبي ثنتياك إن شاء الله داين تعدى وقاذي موثن في الاسنيا فوربي وقاذ ما زال ثورة هالخن ذي خامن غذي سبيط الرغان ثنيش فوربي ونسأل الله العفو والعافية مرة أخرى
أن السثر ذي ربي سبحانه ثالويث ثالويث ثالويث، ولكن دون ثوار تيلت. حكمة الله اقتضت أن يبتلين بما يشاء لا بما نشاء، كيفما شاء لا كيفما نشاء، متى شاء لا متى نشاء. هي قواعد ثلاثة تضبط تعاملنا مع ركيزة أساس في الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. أغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا، من مي كفغا ماشي من مي نفغا، أكني كفغا ماشي أكي نفغا. صافي نحمد ربي من سعى الإيمان. الإيمان ينفعنا في كل زمان ومكان، ولكن خاصة وقت المصائب والمحن. الإيمان غينفع ذي كل وان، ولكن خاصة ذي الوقت المحنة، ذي الوقت المحنة ثوار مليح. مادام تقي الدونيث نكوني أين دفك ربي مرح بس تكشر ربي، هكذا ننسجم ونتناغم مع الأقدار. أي اللي ظهر الدنيا مرحبا في زمن عمر الفاروق زرمك طاعون عمواس اسمي ذا الطاعون الطاعون أشحال طاعون قدران ثم ستجي زرمت يعني عبر التاريخ البشري إذ غان يشورث عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشور الصحابة أذغان إنسان رئيس يعني ناس أنرول أنرول سقاطة ناقي أنرول نفيرو ينطق ينصح فيه اللي هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح إناس أتفر من قدر الله يا عمر أتسر رضي القضاء والقدر القدر ولكن هو هي أقدار هي أقدار سيدنا عمر كما تقول بعض الروايات إناس لو غيرك قالها. شوف الصحابة مستوى عالي راقي لو غيرك قالها. إناس نفر من قدر الله إلى قدر الله ونفي غرس القدر الطان ذي القدر أن الولسي القدر قيل بطان نروح ثلويث أماكن أن الولسي سيسخانة أرثيلي هي قوية طجن الورثيلي يطيج قدر ثيلي قدر فاذ العطش قدر أمان قدر اللاز قدر ثوانت القوث الغذاء قدر المرض قدر الصحة قدر. نفر من قدر الله إلى قدر الله، ولكن يسد وين الهان أديني الحمد لله نكون من الشاكرين خطر تصن تلوي ثيذي نسيذير في كولا نغفل أقلق ذي لهنا ثورة كان الله نكني نسد في دارنا النغ سخام الربيغ الجامع نعمة ما بعدها نعمة تستحق أن تشكر. اللي بغى يعرف قيمة الصحة قيمة رجليه يشوف اللي يمشي في لاشيز رولونت اللي يمشي في الكرسي المتحرك أنعاميه هو اللي يعرف القيمة تاع الرجلين ترونسبور أنت يزور وليد في فضارة كي قانس قبالي وين يسبق القلب بالرجلين يمشيو إذا كان مشاو. أبا احنا قلوبنا سبقت أبداننا إلى هذا المسجد فحملتنا أقدامنا يا نعمة كم شحال النعم. لذلك النعم المألوفة تنسى فلا تشكر. النعم المألوفة ولفناها نولف النعم إلا أفوسي تحريك أضاري لحو إلسي تمسلاي أمزغي السمحاس أقرو يتخميم في قد نعم. لماذا لا نشكر الله كثيرا؟ لأنها نعم مألوفة شغل نورمال أو ماشي نورمال هو نعمة نعم نعم
علاش قلتها؟ كنأكد على هذه خطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كي تنوض الصباح الروح نتاعك ولات ليك. والروح ما كاش حاجة أغلى من الروح. أشو قرين في الروح؟ أدي نظر الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني العافية وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الله يا ربي الله. غير النبي اللي يقول هذا الكلام، ماشي واحد آخر، محال. شوف الرسالة كيفاه، من البداية من الصبح راك مع ربي الله يبارك. الحمد لله الذي رد علي روحي، الروح نتاعك ولات، ربي يرد روحي. وعافاني في جسدي، العافية ثلويث لهنا تزمرث. أتذكر تاخذ اللوضو وتزلوضو تفضل شوالي، زيد ما تنساش. وأذن لي بذكره. شوف الدقة والعمق، خاطر ممكن يكون من الغافلين، كاين اللي ما يذكرش ربي أبي بري، يذكر ربي في الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكي يسمع الشيخ يدير كلمة في المقبرة ما شاء الله، هو يخرج من المقبرة بقى على خير. كاين لذلك الذكر مليح. ربي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لذلك نقول دائما هذه النعم، ربي قال في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا واحد منا يعرف قيمة النعمة الواحدة. لماذا؟ لأنها متجددة تتجدد. البصر الآن أنا أنظر إليكم قل لكم الحمد لله، قل الحمد لله هني نشوف فيكم. هذا الصوت الذي يخرج نعمة، الحمد لله. يمزغ هذيك الأذن اللي تسمع، الحمد لله. إيه لذلك ربي قال وقليل من عبادي الشكور. إن شاء الله يجعل ربي من هذه القلة. وعلمنا سورة الفاتحة، أول حاجة نقرأها الحمد لله رب العالمين على كل النعم، ما نعلم وما لا نعلم. النعم نوعان، نعم دفع ونعم نفع. لانت النعمين زران حصاثنت الولاثنت، لانت النعم إذا ربي فينا المصيبات نكون زرر أصلا. جاية مصيبة طيح على واحد ربي بعدها عليه، ما على بالوش هذاك الإنسان يحمد ربي حتى على هذيك النعم اللي ما على بالوش بها. إذا قد يحمد ربي غف النعم وري زريارة. لذلك من الصالحين من يقول الحمد لله على كل نعمة أعلمها أو أجهلها وتعلمها. ربي يزر كلش لا تخفى عليه خافية. لذلك العافية تلويث لهنا نعمة تستحق الشكر باش تدوم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الشكر يديم النعم ويزيل النقم. من أسباب دوام النعم الشكر. وزاد ربي يعطينا النعم وكي يشكروا يزيد يدوم النعم ويزيد يعطينا الأجر. هو اللي قال وسيجزي الله الشاكرين. وأهل الجنة كي يدخلوا الجنة إن شاء الله ندخلوا نكونوا منهم كامل، واش يقولوا في الجنة؟ خلاص فرات، فرات المشاكل والابتلاءات، ما كان لا حريق ولا فتن ولا حروب ولا إسالة الدماء ولا ظلم والولو. اطمئنوا، ربي قال تهناوا. الدليل في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بلا استثناء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأهل الجنة كي يدخلوا الجنة كما في آخر سورة الزمر واش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. فرات فرو كاع المشاكل تاع الدنيا. الشيخ محمد الحسيني قرأ في رضو ربي فلاس سن ذمي غير في جديد ولاش تصبحي ثور نسعي ثم ديث ولاش إيض ورنسعي ثفجريث كلنا إلى ذلك المصير.
وأهل الجنة كي يسمعوا الملائكة يقول لهم مبروك عليكم الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شكون ما يفرحش؟ تسمع يقول لك تدخل الجنة خالدين وما تفرحش، تفرح. لذلك الله عز وجل أنطقهم كما في الوحي الطاهر، واش يقول أهل الجنة شادينين؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وزيد رب يذكر الخدمة نتاعنا، فنعم أجر العاملين. الآية 74 من سورة الزمر تساوي الآية 136 من سورة آل عمران، الفرق الواو. ونعم أجر العاملين في آل عمران، في الزمر فنعم أجر العاملين. الآية الأخرى 75 وترى الملائكة، يلا سيدي شوفوا الملائكة ذي نعمة باش تطمئن راك في الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش، واش يديروا؟ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. كان خدمة كبيرة، شحال مرة يجوني بعض الناس في قضايا عجيبة نقول له طلع هلا كور سوبريم المحكمة العليا، يقول طلعتها، يقول لا لا. نعم فهمت الميساج، ماشي كل القضايا تفرى في الدنيا، لا لا، كاين قضايا تفرى في الدنيا، كاين قضايا تفرى في الآخرة. لن تلوفا اذفرون في الدنيا، لن تلوفا اذفرون في الآخرة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.